الأخبار بالتفصيل. إرادة سياسية راسخة تؤكد دائما على أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في اقتلاع جذور الإرهاب. أمور ظهرت جليا خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث وجه بتطهير بعض المناطق في شمال سيناء من التكفيريين والإرهابيين واستمرار الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صباح اليوم، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها. وقد وجه السيد الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. وأشاد السيد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرا سيادته إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. مشاهدينا الكرام، بعد أن أذن ورفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، نستكمل مع حضراتكم نشرة الأخبار. تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتصالين هاتفيين من رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي ورئيس وزراء الأردن بشر الخصونة للتعزية في شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء وأسفر عن استشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة. وخلال اتصالهما أعرب رئيسا الوزراء عن خالص تعزيهما في شهداء الحادث الإرهابي وبالغ إدانتهما واستنكارهما لهذا الاعتداء الإرهابي الآثم، كما جددا التأكيد على كامل تضامن بلديهما مع مصر في حربها ضد الإرهاب. من جانبه أدان التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء وأدى لاستشهاد عدد من أبطال القوات المسلحة، وأكد التحالف الوطني دعمه الدائم وثقته الكبيرة في القوات المسلحة وفي جهودها المضنية في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أسرهم الصبر والسلوان وبالشفاء العاجل للأبطال المصابين. أيها السادة، ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا لواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، بعد التحية، كيف تقرأ حرص الرئيس السيسي على الاجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة واستعراضه لتداعيات هذا الحادث الإرهابي الغاشم والإجراءات التي سيتم اتخاذها لملاحقة العناصر التكفيرية المنفذة له؟ مساء الخير أستاذ أشرف على حضرتك والسادة المشاهدين. مساء الخير. بداية خالص التعازي والتحية لشهدائنا الأبرار وأسرهم، وخالص الدعاء بتمام الشفاء لكافة المصابين في العمليات، في هذه العملية وجميع العمليات التي بتتم منذ حوالي عقد من الزمان في مواجهة ومجابهة شرسة وقوية للقضاء على العناصر الإرهابية والتكفيرية، ليس في سيناء فقط ولكن في أي اتجاه وعلى كافة الاتجاهات الاستراتيجية في مصر، والتي نجحت بها مصر فعلا في هذا التوقيت، وده بشهادة العديد من المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة. نعم. ومن هنا كانت هذه العملية بغرض خفض الروح المعنوية والتشكيك فيما حققته القوات المسلحة المصرية
في مواجهة ومجابهة ومكافحة هذه العناصر الإرهابية واكتساسها إن لم يكن القضاء عليها حتى الآن، لأننا نواجه فكراً يثير حوله ويدعمه دائماً لمجابهة ومواجهة قواتنا المسلحة وخاصة أعمال التنمية التي بتتم بها. أما بالنسبة لرئاسة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعلى سلطة في القوات المسلحة الآن، دي دائما بتأتي في مثل هذه المواقف حيث يتم أو هناك دائما رؤى وتوجيهات للقيادة العامة للقوات المسلحة ومقترحات ورؤى وتوجيهات للسيد رئيس الجمهورية يلقيها مباشرة للسادة القادة في صورة تكليفات، وهذا يدل على أن حق هؤلاء الشهداء لن يمر بسهولة أو يعني كما كانوا يريدون أو يودون، أو أنهم ينالوا من الروح المعنوية للقوات المسلحة ورجالها والشعب المصري وأجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية وشعب سيناء نفسه. نعم. مال التنمية ستستمر ولن ينجح في ذلك، وهذا ما أكده النهاردة السيد رئيس الجمهورية بالتأكيد في هذا اللقاء، بطردة هذه العناصر، القضاء عليها تماما، ابتساسها من جذورها، عدم التهاون في حق أي شهيد والحصول واستعادة حق كل الشهداء والجرحى من مصابي هذه العملية. سيد ليو زكي، يعني هناك بالفعل أيضا جاءت ردود أفعال دولية وتنديدات عربية، كيف قرأت هذه التنديدات وهذه الاستعراضات لرفض هذه العملية الغاشمة ومدى انعكاساتها على جهود التنسيق والتكاتف لمكافحة الإرهاب والتصدي له؟ هناك مشاركة وجدانية فعلية دولية، يعني ليس فقط داخليا أو محليا أو إقليميا على مستوى المنطقة العربية أو القارة أو المحيط بالكامل، ولكن على مستوى العالم ككل، لأن مثل هذه العمليات الإرهابية ومكافحتها ومجابهتها والقضاء عليها ضرورة وهامة جدا، وهذا الحقيقة إن دل على شيء إنما يدل على دعم معنوي قوي جدا للقوات المسلحة وللشعب المصري في مواجهة ومجابهة هذه العناصر الإرهابية والتكفيرية، والتي لن يهدأ لنا بال، وأنا بقول لحضرتك كده، إلا بعد أن يتم الثأر من هذه العناصر التكفيرية والإرهابية، وده يعني موضوع وقت مش أكثر من كده. شكرا جزيلا سيادة اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. وصل البحارة المصريون 20 الذين تم تأمين الإفراج عنهم باليمن إلى أرض الوطن بعدما جرى تأمين عودتهم إلى البلاد بتوجيهات رئاسية. كانت التوجيهات الرئاسية للجهات المعنية ركزت على سرعة إنهاء أزمة البحارة المصريين باليمن وإعادتهم للوطن سالمين. وفور عودتهم إلى البلاد توجه البحارة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكدوا أنهم على ثقة كاملة بقدرة الدولة المصرية تحت قيادته على إنهاء أزمتهم. عقد دكتور مصطفى مدولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي لمتابعة سبل تيسير إجراءات توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج. وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى الجهود المبذولة بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي من أجل تدبير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج. وفي هذا الإطار أكد مدبولي ضرورة عقد اجتماعات دورية مع المصنعين للوقوف على احتياجاتهم من العملة الصعبة اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصناعة المصرية. وفي اجتماع منفصل استعرض رئيس الوزراء سبل جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاعي التعليم والصحة، ووجه مدبولي بإعداد حزمة تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذين القطاعين، مشيرا إلى أن الدولة جادة في وضع رؤية متكاملة لتشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي. حضر الاجتماع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تواصل السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي مع رجل الأعمال أحمد السويدي. وفي اجتماعين آخرين استعرض رئيس الوزراء ملفات عمل وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى. اجتماعات مكثفة بمقر مجلس الوزراء عقدها رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة عدد من الملفات، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذي عرض الترتيبات الخاصة بملف استضافة مصر لاجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات خلال الفترة من 17 حتى 20 من شهر مايو الحالي، وهو الحدث الذي يقام للمرة الأولى في مصر. الوزير أشار أيضا إلى استضافة مصر لعدة فعاليات عربية من 22 وحتى 27 من الشهر الجاري، منها اجتماع الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، واجتماع المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية. ليؤكد الدكتور مدبولي أهمية التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية كافة للظهور بصورة لائقة تعكس قدرة مصر دوما على استضافة مختلف الأحداث بتنظيم مميز. أما اقتصاديا فقد اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع المستثمر الصناعي المهندس أحمد السويدي، وخلال اللقاء أكد الدكتور مدبولي أن الدولة تواصل السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاقا من الدخول في قطاعات مهمة تعتمد في جانب كبير منها على استيراد مستلزمات الإنتاج. وأشار الدكتور مدبولي إلى تمهيد الدولة الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، مع استعداد الدولة لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة في هذا الشأن من استخراج التراخيص المطلوبة وتقديم الحوافز الداعمة. وفي اجتماعه مع رئيس مجلس صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق، تابع رئيس مجلس الوزراء مشروعات تطوير عواصم المحافظات وحدائق الفسطاط ومشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف بناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات بعاصمة كل محافظة لتحقيق خطة الدولة في تحسين العمران القائم بما يليق بالمواطن المصري، مشددا على ضرورة الانتهاء من هذه المشروعات في أقرب وقت. وقد استعرض المهندس خالد صديق الموقف التنفيذي للمرحلة العاجلة من خطة التطوير في 13 محافظة، وكذلك الموقف التنفيذي لتطوير حدائق الفسطاط، مشيرا إلى ما تم بساحة جامع عمرو بن العاص التي تم صلاة العيد بها، بالإضافة إلى مشروع إحياء القاهرة التاريخية بما يتضمنه من تطوير محيط مسجد الحاكم ومنطقة باب زويلة وحارة الروم ودرب اللبانة وحديقة ميدان الرميلة. إيمان التوني، التلفزيون المصري. نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما تتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصروفات. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيام الجامعات الحكومية بتخصيص دعم لمكاتب رعاية الشباب التابعة لها لمساعدة الطلاب المتعثرين في سداد المصروفات، سواء كانت مصروفات دراسية أو رسوم مدن جامعية، بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي تفيد عدم إمكانية السداد، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي وحرصا من الجامعات على مستقبل الطلاب المقيدين بها. وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة. مشروع القانون يهدف إلى تطوير محطة الزهراء لتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم. استعادت مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة وإيجاد قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافي في هذا المجال جميعها أسباب. دعت الحكومة للتقدم بمشروع قانون لإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، ومن ثم جاءت موافقة مجلس النواب وبشكل نهائي على مشروع القانون الذي يهدف إلى استعادة وإحياء تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.
لتصبح محطة الزهراء، وكما جاء بالمادة الأولى من مشروع القانون هيئة اقتصادية عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة ويكون مقرها القاهرة، كما أنها تحل محل الهيئة الزراعية المصرية وتباشر اختصاصها فيما يتعلق بتربية الخيول الأصيلة وتحسين إنتاجها والحفاظ على نقاء دمائها، وللمحطة الحق في القيام بجميع التصرفات التي تمكنها من ذلك. كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة للمحطة برئاسة وزير الزراعة. المجلس وافق كذلك على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر، والذي تم توقيعه بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. باعتبارها واحدة من أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة على مستوى العالم، جاءت موافقة مجلس النواب وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، الأمر الذي يعمل كذلك على خلق قيمة اقتصادية مضافة إلى جانب المردود السياحي والثقافي في هذا المجال. المجلس النواب محمود إسماعيل، التلفزيون المصري. ومتواصلون معكم من التلفزيون المصري، ونتابع بعد قليل. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية بزعم محاولته اجتياز السياج الأمني قرب طول كرم. ومجموعة السبعة تتفق على زيادة عزلة روسيا الاقتصادية وتتعهد بالتصعيد ضد النخب الداعمة للرئيس بوتين. أهلا بكم من جديد. بحث سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مع بيتري تالاس السكرتير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التعاون مع المنظمة في ضوء الاستضافة المقبلة في مصر للدورة 27 للمؤتمر، بجانب التأكيد على ارتباط قضايا المياه بموضوعات المناخ في ضوء الاهتمام العالمي بالتكيف مع تداعيات تغير المناخ ومنها ندرة المياه. أصيب فلسطيني قبل قليل قرب المدينة القديمة بالأراضي المحتلة برصاص القوات الإسرائيلية بعد زعم سلطات الاحتلال بمحاولة الفلسطيني طعن شرطيا. جاء ذلك بعد قليل من استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وزعم جيش الاحتلال في بيان له أنه رصد شخصا يحاول اجتياز السياج الأمني قرب طول كرم، وأضاف أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عليه تنفيذا للتعليمات، وفي وقت سابق ومتصل أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين في القدس الشرقية، وزعمت أنه طعن جنديا إسرائيليا. وفي وقت سابق أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهما عملية إلعاد شرق تل أبيب الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين. وأعلن الجيش الإسرائيلي والشرطة والشباك أن منفذي العملية هما الشابان أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير، وكلاهما من قرية رمانة في محافظة جنين شمالية الضفة الغربية. واعتقلت سلطات الاحتلال الرفاعي وأبو شقير في منطقة أحراش قريبة من مكان تنفيذ العملية. وأفاد بيان للاحتلال بأن المطاردة شارك فيها عناصر من الاستخبارات وقوات خاصة من الشرطة والشباك والجيش، واستعانوا أيضا بطائرات مروحية وأخرى مسيرة. شددت الرئاسة الفلسطينية على أن القدس الشرقية بمقدساتها هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية. جاءت تأكيدات الرئاسة الفلسطينية ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت التي قال فيها إن جميع القرارات المتعلقة بالحرم الشريف والقدس تتخذ من قبل حكومة إسرائيل. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار هي الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وردا على تصريحات بنت التي قال فيها إن إسرائيل تحترم كل الأديان. قالت الرئاسة الفلسطينية إن هذه التصريحات مضللة بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك. في زيارة خارجية نادرة أجرى الرئيس السوري بشار الأسد مباحثات في طهران مع كل من المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال خامنئي إن العلاقات بين طهران ودمشق حيوية، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود المشتركة لتطوير هذه العلاقات. واعتبر خامنئي أن احترام سوريا ومكانتها أصبح أكبر من ذي قبل على حد قوله. بدوره أكد الرئيس الإيراني وجود إرادة جادة لدى بلاده لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع سوريا. من جانبه أشاد الأسد بالعلاقات السورية الإيرانية وشدد على أهمية الاستمرار في هذا التعاون. أدلى المغتربون اللبنانيون في 48 دولة بأصواتهم اليوم في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها داخل البلاد في منتصف الشهر الحالي. وبحسب بيانات الخارجية اللبنانية فإن أكثر من 225 ألف مغترب لبناني سجلوا أسماءهم على اللوائح الانتخابية مقابل 92 ألفا عام 2018. ونظمت الانتخابات لأكثر من 30 ألف لبناني في 9 دول عربية إضافة إلى إيران، وبلغت نسبة المشاركة 59%. هذا ومن المقرر أن يتم نقل الصناديق بعد انتهاء عملية التصويت عبر شركة شحن خاصة إلى لبنان، على أن يتم فرزها واحتساب الأصوات في ختام الانتخابات في الداخل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الصواريخ الدفاعية الساحلية باستيون أطلقت صاروخا من طراز أونيكس على الدقة عالي الدقة من ساحل البحر الأسود، وذلك باتجاه منشآت عسكرية في أوكرانيا ودمرتها. كما أشارت الوزارة إلى تدمير سفينة حربية أوكرانية قرب مدينة أوديسا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أن دفاعاتها الجوية أسقطت كذلك قاذفتين أوكرانيتين فوق جزيرة زيمبيني من طراز سو 24، إضافة إلى تدمير سفينة حربية أوكرانية قبالة أوديسا. قال سيرهي غايداي حاكم منطقة لوهانس الأوكرانية إن قذائف روسية أصابت مصفاة النفط شرق أوكرانيا، ما ألحق أضرارا بمنشآت نفطية. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه غايداي إن القوات الأوكرانية تراجعت من مدينة بوباسنا في شرق أوكرانيا، مؤكدا بذلك تقارير سابقة تحدثت عن سقوط المدينة. من ناحية أخرى صرح حاكم لوهانسك بأن هناك مخاوف من مقتل نحو 60 شخصا في القصف الروسي الذي استهدف مدرسة شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات الروسية أسقطت قبالة المدرسة والتي كان يحتمي بها حوالي 90 شخصا وتم إنقاذ 30 منهم. وفيما له صلة، قال زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في بيان مشترك اليوم إنهم سيزيدون عزلة روسيا الاقتصادية. وأعلن البيت الأبيض في بيان له أن مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت اليوم بإقرار حظر أو إلغاء تدريجي لواردات النفط الروسية. وعقب اجتماع عقدته مجموعة السبع عبر الفيديو بمشاركة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، تعهد زعماء مجموعة السبع بتصعيد حملتهم ضد النخب الروسية التي تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدين أن أفعال بوتين في أوكرانيا تعود على شعبه بالعار بحسب وصفهم. في الوقت ذاته وصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاتهم اليومية في بروكسل للتوصل إلى تفاهم حول تطبيق الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو. يتضمن هذا المشروع حظرا على النفط الروسي بحلول نهاية العام، إلا أن تطبيقه ينطوي على مشاكل كبيرة لبعض الدول الأعضاء. وبموجب الخطة ستتوقف جميع دول الاتحاد عن شراء الخام الروسي في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية العام الحالي، بينما يمنح المقترح المعدل لكل من المجر وسلوفاكيا والتشيك المساعدة في تحديث المصافي لاستيراد النفط من أماكن أخرى وتأجيل توقيفها عن شراء النفط الروسي حتى عام 2024. التقت جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن اللاجئين الأوكرانيين شرق سلوفاكيا، وذلك في إطار جولتها التي شملت زيارة الجنود الأمريكيين في رومانيا والنساء والأطفال الذين فروا من العملية العسكرية الروسية. كما قامت جيل بايدن بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى أوكرانيا لإبداء الدعم لشعبها،
حيث زارت مدرسة تستخدم كمأوى مؤقت، والتقت بالسيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا، حيث أوضحت جيل بايدن أن زيارتها إلى كييف جاءت للتأكيد على أهمية وقف الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا، يجب أن تتوقف. وفي الصين اصطف الملايين في العاصمة بكين لإجراء فحوص فيروس كورونا، في حين تجاهد العاصمة الصينية لاحتواء تفشي صغير للفيروس وتجنب إجراءات إغلاق طويلة الأمد مثل تلك التي طبقت في شنغهاي. أصبحت الفحوصات الدورية جزء من تفاصيل الحياة اليومية في العديد من المدن الصينية، حيث تأمل السلطات في أن يساعد ذلك في رصد وعزل حالات الإصابة في وقت مبكر لتجنب إجراءات إغلاق شاملة وفرض قيود على الحركة. صرحت رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية الطبية البيولوجية بأن روسيا تخطط للبدء خلال العام الحالي في التجارب السريرية للقاح كونفاسل الجديد المضاد لفيروس كورونا على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر. أضافت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية أن الوكالة تعتبر أن الفرصة سانحة لإطلاق التجارب السريرية لهذا اللقاح. قتل 48 شخصا على الأقل في هجمات شنها مسلحون على 3 قرى في ولاية زنفارة شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون. وفي الأثناء دعا الرئيس محمد بخاري الذي يتعرض لانتقاد لعجزه عن وقف العنف، دعا قوات الأمن إلى بذل كل ما في وسعها لوضع حد فوري لهذه المجازر. أفادت مصادر أمنية وقضائية بأن مسلحين أطلقوا سراح نحو 60 سجينا خلال هجوم على سجن في شمال غرب بوركينا فاسو خلال الليلة الماضية، وخربوا مكاتب وأضرموا النيران في سيارات قبل أن يلوذوا بالفرار. وتواجه بوركينا فاسو تمردا لعناصر متطرفة امتد إليها من مالي المجاورة على مدى العقد الماضي، وتقع هجمات عنيفة أسبوعيا. وكان الجيش في بوركينا فاسو قد أكد أمس مقتل 11 آخرين من الجنود ورجال الميليشيات وأفراد الشرطة في هجمات أخرى خلال الأسبوع الماضي. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج عن القانون كافة وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة ترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية. نعم، أسفرت الجهود الأمنية خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها استهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 2120 عنصرا إجراميا ومصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وضبط معهم 2221 قطعة سلاح ناري أبرزها جيرينوف ورشاش و189 بندقية آلية و40 مسدسا و166 بندقية خرطوش و824 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية وضمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 237 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3961 قطعة سلاح ناري بحوزة 3257 متهماً، أبرزها جرينوف ورشاش و504 بندقية و395 بندقية آلية و182 مسدساً و2876 فرد محلي الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و478 خزينة، إضافة ل4995 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 41 تشكيلا عصابيا ضموا 171 متهما، قاموا بارتكاب 159 حادث، كما تم ضبط 538 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف أمود 348 حادث ما بين خطف وقتل وسرقات بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 539 متهما، كما تم إعادة 19 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,343,902 حكما قضائيا، من بينها 9,341 حكم جناية و714,390 حكم حبس جزئي و121,518 حكما مستأنفا و1,171,166 حكم غرامة و327,487 حكم مخالفة. نظمت جامعة حلوان المؤتمر العلمي الخامس للملكية الفكرية، وذلك بمشاركة نحو 70 باحثا وباحثة. يدف المؤتمر إلى حماية حقوق الباحثين والمبتكرين العلمية، خاصة في ظل أزمة كورونا التي أظهرت أهمية دور العلماء في تقديم أمصال ولقاحات جديدة لمكافحة الفيروس وعلاج المصابين به. بالتزامن مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للملكية الفكرية والتحول الرقمي، والذي نظمته جامعة حلوان كأهمية كبرى للملكية الفكرية في دعم اقتصاديات الدول والنمو الاقتصادي. البحث العلمي هو الكورنر ستون أو حجر الأساس في تشجيع الابتكار والملكية الفكرية، وأثناء الكورونا طبعا حدث كثيرا من أساليب العلاج والتلقيحات المختلفة على مستوى العالم، وكل فريق يعمل يجب أن نحمي حقوقه في هذا البحث العلمي الذي ينتج المزيد من التطور في جائحة كورونا وكيف تغلبنا عليها بفضل هذه الأبحاث المحمية والمسيطرة. التركيز على الدور المحوري للملكية الفكرية في دعم التحول الرقمي وبخاصة التجربة اليابانية، فضلا عن العديد من الملفات والقضايا البحثية المتعلقة بالملكية الفكرية والتحول الرقمي، كانت أهم ما طرح على طاولة الحوار. لما بنتكلم عن ملكية فكرية بنتكلم عن ملكية فكرية خاصة بأفكار حديثة، بأفكار مبتكرة متعلقة بإنتاج برنامج جديد، بإنتاج قواعد بيانات بشكل معين، وبالتالي مهم جدا أن احنا طالما بنتكلم عن التحول الرقمي، طب إزاي هنعمل حماية لهذه الأفكار، الحماية القانونية للملكية الفكرية، سواء في إطار التشريع الوطني للملكية الفكرية في مصر أو من منظور الحماية التقنية أو الفنية في هذا الأمر. وعلى هامش المؤتمر تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك في إطار حماية الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية. أصل مهم جدا في أصول الشركات هو تسجيل العلامات التجارية لحماية الاستثمار وحماية المستهلك من التدليس ومن الغش التجاري، فبالتالي بندعو من خلال هذا المنتدى
سرعة الشركات لتسجيل علاماتها التجارية ونماذجها الصناعية. هيكون هناك ربط كبير ما بين ما يحدث عالميا من تحول رقمي وأثار هذا التحول الرقمي على الملكية الفكرية. خطوات وجهود من كافة القائمين على البحث العلمي لحماية الملكية الفكرية ودعم التحول الرقمي، والذي أصبح يمثل علامة فارقة نحو النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة لتواكبها علميا وتكنولوجيا ورقميا. الآن مشاهدينا الكرام، موعد أخبار المال والأعمال مع رانيا محمود. أخبار المال والأعمال لنشرة الثامنة مساء لحضراتكم كل التحية. خلال اجتماع لاستعراض ملفات عمل وزارة المالية ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط بدء صرف 1.2 مليار جنيه ل500 شركة مستفيدة من مبادرة السداد النقدي الفوري في مرحلتها الرابعة. كما عرض وزير المالية مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية، مشيرا إلى انخفاض نسبة العجز الكلي خلال الفترة من شهر يوليو لعام 2021 إلى شهر مارس لعام 2022 إلى 4.9%، مع الحفاظ على تحقيق فائض أولي. وأضاف معيط أنه يجرى حاليا دراسة مد مظلة التأمين الصحي الشامل لعدد أكبر من غير القادرين بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريا. وأشار معيط إلى أنه تم تدبير 439.5 مليون جنيه من هذه المبالغ خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، موضحا أن وزارة المالية تتابع موقف صرف المرتبات بشكل شهري لمراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار الأسري للعاملين. أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد إلى 37 مليار و 123 مليون دولار بنهاية شهر إبريل، بزيادة قدرها 41 مليون دولار عن شهر مارس السابق عليه. وكان البنك قد وجه جانبا من الاحتياطي النقدي خلال شهر مارس لتغطية احتياجات السوق المحلية وضمان استيراد السلع الاستراتيجية وتغطية تخارج استثمارات أجنبية جراء الأزمة الروسية، إضافة إلى سداد الالتزامات الخاصة بالمديونيات الخارجية. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك في التاسع عشر من شهر مايو الجاري لدراسة آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير المخاطر المتعلقة بالتضخم. شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية. وصعد المؤشر الرئيس EGX 30 بنحو 6.6% مغلقا قرب مستوى 11110 نقاط. وكذلك ارتفع المؤشران EGX 70 EWI و EGX 100 EWI بنسب تراوحت حول 4%. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.3 مليار جنيه. أعلنت شركة أرامكو السعودية تحديد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا لشهر يونيو عند دولارين وعشرة سنتات للبرميل فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتيننتال. هذا وقد دفعت ارتفاعات أسعار النفط سهم الشركة ليقفز بأكثر من 2% خلال تداولات اليوم مقتربا من مستوى 46 ريالا، وهو أعلى سعر له منذ إدراجه في البورصة. أكد رئيس البنك المركزي الألماني ثقته في قدرة هيئات مراقبة العملة الأوروبية على السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في منطقة اليورو، غير أنه أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق بالسياسة النقدية خلال هذا العام. وحذر رئيس البنك المركزي الألماني من ثبوت توقعات التضخم عند مستوى معين، مشيرا إلى أنه يرى تطورا اقتصاديا إيجابيا أضعف بشكل ملحوظ عن ذي قبل استنادا إلى البيانات الحالية.
أهلا بحضراتكم مجددا مشاهدي الكرام. تلقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. عرب العاهل الأردني خلال هذا الاتصال عن خالص العزاء للرئيس السيسي والشعب المصري في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في شمال سيناء. أكد تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه جلالة ملك الأردن التي تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنيا للأردن حكومة وشعبا كل استقرار وسلام. وصلت غرفة العمليات التابعة لوزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة متابعة منع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة لها في مهدها مع إعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية. جاء ذلك استمرارا لجهود الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومقدرات الوطن من الأمن الغذائي. على مدار أيام عيد الفطر المبارك وإجازته التي امتدت لما يربو على أسبوع كامل، كانت أجهزة الدولة المختلفة تواصل عملها بكل جهد. أحد أبرز هذه الجهود ما قامت به غرفة عمليات وزارة الزراعة لمتابعة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية. بيتم اتصال مباشر على طول مع كل المحافظات، هم طبعا 27 محافظة ب 28 مديرية على مستوى الدولة المصرية. بفضل الله سبحانه وتعالى ان فعلا في فتره العيد حصل بعض التجاوزات بس البسيطه، تقريبا حوالي 23، تعدى على حوالي 23 فدان، وكانت على طول الملاحقه والمداهمه على طول والازاله في المهد ورفع الانقاض والعوده الى الحاله الزراعيه، وده اهم شيء احنا دلوقتي بنسعى اليه داخل الدوله المصريه مع كل الجهات المعنيه، اللي هو بسموها الازاله المبكره في المهد اثناء الشروع وقبل تطوير البناء. وإلى جانب المسؤولية التنفيذية والرقابية، مسؤولية أخرى مجتمعية ملقاة على عاتق المواطن والذي توفرت له عدة خطوط ساخنة للإبلاغ عن رصد أي حالة تعد. في رقم 15500 وفي رقم 19561، دول الأرقام الساخنة. رقم الفاكس بتاع الإدارة 02-374-99385، ده مباشر على الإدارة هنا، سواء كده أو كده احنا بنتلقى البلاغات وبنتعامل معها بطريقة فعالة فوري. انت عارفة ان اجازة العيد كانت حوالي 9 أيام، والتسع أيام دي احنا الإدارة كانت شغالة كل يوم نبطشية هنا ومرور على المحافظات. يعني احنا في فترة العيد نزلنا بورسعيد كان في إزالتين، نزلنا الشرقية كان في إزالتين. الحرص على منع تلك التعديات على أراضي الدولة إنما يجيء انطلاقا من قدسيتها والتي تمثل بعدا أصيلا للأمن القومي المصري. رغم فترات الإجازات والأعياد الرسمية، إلا أن أجهزة الدولة عملت بكامل طاقتها، ومن بينها الإدارة المركزية لحماية الأراضي لمنع أي حالات تعدي على الأراضي الزراعية والتي تمثل أمنا قوميا ومستقبل الغذاء للأجيال القادمة. سارة متولي، التلفزيون المصري. نهى محمود مشاهدي الكرام تأتي حضراتكم بعد هذا الفاصل لتستعرض الأحوال الجوية والطقس. مشاهدينا أهلا بكم. والنشرة الجوية، ارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء، مائل الحرارة شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتنشط الرياح شمالا والوجه البحري والقاهرة مثيرة للرمال والأدربة على شمال الصعيد، والبحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر معتدل أيضا. وعن التوقعات للثلاثة أيام القادمة نبدأها من القاهرة. 22-34 الثلاثاء، 18-31 الأربعاء، 18-30. أما عن شرم الشيخ 22-23-33 الثلاثاء، 25-35 الأربعاء، 23-33. وأخيرا مع الأقصر 22-24-40 الثلاثاء، 24-40 أيضا، والأربعاء 25-40. ونتعرف الآن مشاهدينا على بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله.
القاهرة 20-34، الإسكندرية 18-27، دمياط 18-25، بورسعيد 18-24، العريش 18-27، رفح 18-27، الإسماعيلية 20-34، السويس 19-28، مطروح 17-23، وادي النطرون 19-28، المنصورة 19-33، طنطا 19-29، دمنهور 19-33، سانت كاترين 11-25، الغردقة 22-32، شرم الشيخ 23-33. نهاية النشرة، وهذا التركيب أبرز ما فيها من عناوين. بعد حادث غرب سيناء الإرهابي، السيسي يواجه باتخاذ الإجراءات الأمنية للقضاء على الإرهاب واستمرار تطهير بعض مناطق شمال سيناء. وبتوجيهات رئاسية، البحارة المصريون المفرج عنهم باليمن يطؤون بأقدامهم أرض الوطن بعد إنهاء أزمتهم. ورئيس الوزراء يبحث توفير التمويل للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، ويوفر ويواجه بتوفير احتياجات المصنعين من العملة الصعبة. يمكنكم مشاهدينا الكرام المتابعة للمزيد من الأخبار والبرامج عبر مسفير.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء. دمتم في رعاية الله.